كما قلت لك اماني لازم يعني مش حتزعفي من الاسئله حيكونوا اوكي. كما قلت لي كما انا جاوبت وقلت يا ربي يستر يا ستار استر. فسفاس هذه حيكون عباره عن سؤال وجواب، الجواب يكون باختصار في كلمه في كل سؤال. عندنا رانا توقيت راهو عندنا مده 10 دقائق لازم نكونوا جاوبنا على 20 سؤال. اوكي نبداو السؤال الاول. من هو انجح واحد من خريجي ستار اكاديمي طيله مشوارها؟ اكثر حد نجح هو احمد الشريف لكن اختفى. من هي نجمه تونس الاولى في جيلكم حاليا؟ امينه فاخت، مش جيلنا اكبر. انا قلت من جيلكم. انا ويسرى محنوش. اكثر شيء انتقدوك المقربين عليه وطلع عندهم حق؟ الخجل على الاول. اسوء شيء في الوسط الفني؟ يعني ما يعتمدوش على الصوت، يعني يهمهم اشياء اخرى. من هم الاشخاص اللي ما زلتي معاهم على تواصل من ستار اكاديمي 2؟ كلهم. اقربهم؟ سلمى وبشار وكاتيا والمغربيه حنان. تحيه لسلمى، سلمى بشار اللي نحيوها بنت بلادها اكيد لازم تحيه كبيره عليها. تقييم نفسك كنجمه على الوطن العربي من 1 إلى 10، قيمي لي نفسك. ما نجمش نقيم نفسي لكن نعتبر روحي ما زلت في الوسط. يعني شحال نعطوا رقم؟ ما زلت نعتبر روحي في 6 5. من هو المطرب الذي تتمني الغناء معه؟ حد. ما هو السن الذي ترينه مناسب للزواج كفنانة؟ لما القلب يدق، ما ثماش سن. من هو الشخص الذي اكتشف صوتك وآمن بك أول مرة؟ والدتي. هل تستفزك فكرة تقييمك على أنك نجمة معروفة حسب عدد متابعينك وليس على جمال وإمكانية صوتك؟ أكيد. مواهب أخرى غير الغناء عند؟ تمثيل ونعمل تابلو دو دونس ونرسم، رياضة، نلعب، يعني برشا حاجات، مجنونة. أغنية عملت لك نقلة في حياتك الفنية؟ اللي شايف نفسه، واللي أنا ما تصورتش إنها باش تنجح. كلمة في حق الشعب التونسي قبل ثورة الياسمين وكلمة بعد الانتشار وكلمة بعدها؟ لا هو كان الهدف واضح، كانوا يحبوا يوصلوا النتيجة، للأسف ما وصلنا لهاش. أنا قلت تغيير. ها؟ يعني تغيير. كلمة مقبل ومن بعد. قبل ثورة الياسمين يعني كلمة لهذاك ما وصلناش للأهداف اللي احنا حاشنا بها، ممكن تو بدينا. أنت الفنانة ربما الوحيدة اللي ما شفتش تعليقك هذه المرة في الانتخابات، يعني ما حطيتيش أي بوست. ما عنديش تعليق. الانتشار في أي دولة يضمن الانتشار في البلد العربي؟ تو ما عادش محدود شنو الدولة، تنجم بلادك هي اللي تطلعك، قبل كانت مصر وثم لبنان، لكن تو أي بلاد تنجم توصل وتدعم مواهبها. استقرارك في مصر سببه؟ المسرح والموسيقى الجميله والاغاني الحلوه. الجمهور وتوا خطوبتي بحكم اللي انا تخطبت للشاب مصري قريبا الزواج. اول مره نقولها هذه اكسكلوزيفيتي لنا. مبروك ان شاء الله يا ربي. نقول انه دوام العشره بينك وبين أمين. اكثر شخصيه تحبي انك تتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنجلينا جولي، خاطرها إنسانية برشا. الجمهور المتابع لأماني متواجد في أي دولة عربية؟ بارتو، أما الأغلب يعني في النسب أول بلاد مصر، ممكن بحكم العدد يعني مش بحكم اللي أنا يعني منتشرة برشا، بعدها تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الخليج. أغنية توصف أماني؟ وين؟ يعني مش توصفني لكن تمسني، يعني وين ما تخبر حدا الاغاني الرومانسيه تمسني. اماني بالرغم انها تونسيه لكن غنائها كان قليل انتشاره باللهجه التونسيه، علاش؟ توحشتك انتشرت برشا من غير فيديو كليب، للاسف روتانا ما قبلوش يصوروها، لكن هي لقات انتشار كبير في العالم العربي كله مش متصوره. الغناء باللهجه التونسيه ينقص من شعبيه اماني؟ بالعكس يزيدها، اكيد يزيدها، لكن لما نلقى الأغنية التونسية اللي فعلا نجم نوصلها للعالم العربي الكلي، أنا ما نخاطبش تونس فقط، أنا نخاطب العالم العربي الكلي اللي حبني ودعمني.
برافو عليك أماني، لكن أنا ربما نزيد سؤال ونقول كلمة لخطيبك واش تقولي اليوم في البلاطو تاعنا؟ ولا غني له غنية هكا كابيلا أنت حبيت؟ أنا غنيت له أغنية وهي ديجا تستاهلي إني بعشقك بروحي بسبقك، يمكن أكدب عيني وإنت أصدقك، قلبي عرف تتريحوا بكلمة تفرحوا، ما هو أصل قلبي أقل حاجة بتجرحوا، عايشتني إحساس ما كنتش لسه أعرف إنه اتخلق على الأرض، أنا ليك حبيبي خلاص كملتني، حضنك كأنه شمس دافية طلعت في عز البرد، تحضني وسط الناس.